الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الأذان شعار ظاهر من شعائر الإسلام ونداء للصلاة التي هي عموده. الأذان لغة الإعلام، أذن يؤذن تأذينا وأذانا وإذانا، أي أعلم. ومنه قوله جل وعلا: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وفي الشرع التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربة بذكر مخصوص. وحكم هذا الأذان فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولازمه حضرا وسفرا، ولأنه أيضا لا يعلم الوقت الذي دخوله شرط للصلاة بدونه، ولأنه أيضا من شعائر الإسلام الظاهر. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. هذا هو مبدأ الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في فضله نصوص كثيرة، من ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسرت عائشة هذه الآية أنها في المؤذنين، قالت: هو المؤذن يقول حي على الصلاة، فقد دعا إليها. ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون مؤذنا، فقال: لولا الخلافة لأذنت. وقال في مروي عنه: لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت. أخرج مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكانوا أربعة. الأول بلال بن رباح التيمي، كان يؤذن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ شرع الأذان. وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى رضي الله عنه. المؤذن الثالث أبو محذورة، واسمه أوس بن المغيرة الجمحي، واشتهر أذان أبي محذورة بالترجيع، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيقول بصوت مرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكون الأذان. المؤذن الرابع سعد القرع مولى عمار بن ياسر رضي الله عنه. مستحبات الأذان: المستحب الأول من المستحبات أن يؤذن المؤذن أول الوقت. الثاني من المستحبات أن يؤذن قائما، قال صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: قم فأذن، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. الثالث من المستحبات أن يؤذن على موضع مرتفع، موضع عالي. الرابع من المستحبات في الأذان استقبال القبلة حال الأذان، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. الخامس من المستحبات جعل الإصبعين في الأذنين حال الأذان، يدل عليه ما رواه الترمذي في جامعه عن أبي جحيفة رضي الله عنه
قال رأيت بلالا يؤذن واضعا إصبعيه في أذني. السادس من المستحبات أنه إذا بلغ الحي على حي على الصلاة وحي على الفلاح يلتفت. السابع من المستحبات أنه يستحب للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان قدر طاقته، لأنه أبلغ في الإعلام وأعظم للأجر. الثامن من المستحبات أنه يستحب أن يؤذن المؤذن متطهرا، يعني حال كونه على طهارة. يدل على ذلك عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. التاسع من المستحبات الترسل في الأذان والحذر في الإقامة، والترسل هو التمهل والتأني. العاشر من المستحبات أنه يستحب للمؤذن أن يثوب في أذانه للفجر، يعني يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. شروط المؤذن وآدابه. على المؤذن أن يلتزم ببعض الشروط والآداب، ومن ذلك أن يكون منويا لحديث إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني أن يكون بعد دخول وقت الصلاة المنادى لها. الشرط الثالث أن يكون الأذان مرتبا متواليا. أن يكون المؤذن حين الأذان على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. أن يكون المؤذن عاقلا فلا يصح من مجنون ولا طفل، لأنهما من غير أهل العبادات. أن يكون ذكرا فلا يصح الأذان من الأنثى. أن يكون ناطقا فلا يصح من الأصم والأبكم. أن يكون أمينا عالما بالوقت، وأن يكون المؤذن عدلا فلا يصح من كافر. أن يكون مستقبلا القبلة أثناء أذانه. أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون حسن الصوت أيضا.